يطالب العشرات من الفلاحين بالمناطق الفلاحية والزراعية، خصوصا بالرقبة وزريديب والعقلة والبنود جنوب ولاية البيض، من السلطات العليا بالبلاد بتخفيض تسعيرات الكهرباء، حيث تفاجأوا بارتفاع مذهل في فاتورات الكهرباء المستهلكة خلال الفترة الأخيرة حسبهم. طالب جانا ذوق لي في الرقبه، ماناش طايقين نفلحوا ليش رانا قاعدين نسبحوا. درك حنا قلت لك رانا فلاحه في طريق في الرقبه، فهمت؟ في الرقبه، ولكن الخرهاب الضو جانا قالي. ما تقولناش خلاص. طلب يا سيد شيخ، رانا فلاحه في منطقه الرقبه، اكبر منطقه في تاع فلاحه في لابيض سيد شيخ على ولايه البيض. هي منطقه الرقبه. الناس راها تعاني من الكهرباء، هذه الخطره راها جات حاجه ما توقعهاش، كاع الانسان ما يتوقعهاش. حنا راك تشوف فينا الله قالب، حنا كان ما نخدموش في ذي الارض ما نطيقوش. والتريسي انت راها تجينا بزاف. انا نشكو منها ونبكو منها هي الكهرباء، الفاتوره تاعها راها تجينا قاليه، ورانا احنا ناس فلاحه وما هؤلاء الفلاحون المتضررون يناشدون السلطات للنظر في مشكل الكهرباء لمزاولة نشاطاتهم الفلاحية التي أصبحت مرهونة بالطاقة. لذا يهدد الكثير من الفلاحين بالتخلي عن خدمة الأرض وهجرتها بجل المناطق الفلاحية. وعلى هذا السياق لقد بعث ممثل المجتمع المدني بالأبيض سيد الشيخ رسالة إلى وزارة الداخلية تحمل أهم انشغالاتهم يتصدرها مشكل مصارف الكهرباء والمطالبة بالاستفادة من امتيازات الجنوب. من مراسلكم بالواسع الجلالي.